أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الجناح المصري المشارك بفعاليات إكسبو 2020 دبي شهد إقبالاً غير مسبوق من الزائرين خلال الأسبوع الأول من المعرض، وبلغ عدد زوار الجناح نحو 50,000 زائر من مختلف دول العالم، وهو ما يجعله أحد أكثر الأجنحة جذباً للزائرين. وفي هذا الإطار أوضح رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بإكسبو 2020 دبي أحمد مغاوري أن هذا الإقبال الكبير منذ بداية إكسبو يعود إلى المحتوى الفريد الذي يتمتع به الجناح المصري، وأهمها التابوت الأثري الذي يجسد حضارة مصر العريقة والمستنسخات الفرعونية، بالإضافة إلى العرض الجذاب لكافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا في كافة ميادين الحياة.